هذا ويتعنت النظام السوري عبر وفده في جنيف في فرض شروطه، لا سيما بعد إطلاق مندوبه بشار الجعفري، إساءات وصلت لاعتبار تلك الشروط قرآنا مقدسا. نحن هنا لإجراء عملية محادثات غير مباشرة على شكل حوار سوري سوري بدون شروط مسبقة وبدون تدخل خارجي. احفظوها، هي فاتحة بالقرآن تبعنا، احفظوها هي. بدون تدخل خارجي وبدون شروط مسبقة. صدق الله العظيم. هكذا بدأ بشار الجعفري رئيس وفد النظام السوري مفاوضات جنيف 3 بشروط اعتبرها مقدسة، واصفا إياها بفاتحة وفده، مثيرا استهجانا واسعا وردود فعل مستنكرة. في حديث أمام عدسات وسائل الإعلام قال الجعفري: نحن هنا من أجل حوار سوري سوري غير مباشر دون تدخل خارجي ومن دون شروط مسبقة. الجعفري الذي يرأس وفد نظامي في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة ختم فاتحة وفده حسب وصفه بصدق الله العظيم. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا حديث الجعفري تهكما واستهزاء يحمل إساءة واضحة للقرآن الكريم، في حين أكد آخرون أنه يجسد تعنت النظام من خلال محاولة إضفاء قدسية على شروط الوفد. وفد النظام السوري الذي وصل إلى جنيف السبت ملتقيا المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا يضم وليد المعلم الذي كان مفترضا أن يرأس وفد النظام في المفاوضات مع المعارضة التي وصلت الأحد بعد مناقشات ماراثونية في الرياض انتهت بقبول المشاركة إثر تلقيها ضمانات قالت إنها تتعلق برفع الحصار ووقف إطلاق النار وإطلاق المعتقلين. وفد المعارضة وصل في اليوم الذي شهدت فيه دمشق وتحديدا منطقة السيدة زينب انفجارين راح ضحيته العشرات، استغله الجعفري في مؤتمره بجنيف ليشير بأصابع الاتهام إلى المعارضة التي اعتبرته مفتعلا وواحدا من ألاعيب النظام. في المفاوضات التي تحتضنها جنيف للمرة الثالثة يعول السوريون على حل سياسي لا مكان فيه للأسد بعد 5 أعوام من القتل والتجويع والتشريد ذاق فيها السوريين الأمرين، بدءا بالغازات السامة وليس انتهاءا بما ابتكره النظام البراميل المتفجرة. عبد الرحمن بن مزيد، الإخبارية.